صلوا على النبي محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي وصاه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم تغشانا بنوره، يا ربي لفضلك وأمانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارزقنا الشمال، أحطنا بالسعادة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وصلي كل مسلم، يا ربي وكفي كل مؤذي، نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رفيع الشان.
ربي فانفعنا بما ارتديهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع الحكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب
من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرؤ لكم رائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب رعاك إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا إجاب فلم ما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من آل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسور والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأوا بالكون نورا وافروا يتيما وطيروا أهل بيتي تطيرا فاجتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلِّ وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب Thank you.
وولد صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسكوت الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيئ حق الله لم يكن آذر لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجابا يقول الحق لو كان مرًا ولا يضمر لمسلم إشاء على ضرًا
من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كظلام وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيا إذا سل فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكب عن ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطير وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الظهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واصف فيه ما رأيت من ذي رمة سوداء في حلة أمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.